لأمها دنياك دنيا غير العايش فيها أحلامك أحلام ما بحلم بها دنياك دنيا غير العايش فيها ليالي غيابك ابكي ما بتبكيها ليالي شمعنا ساهر وتلوميها برقيه ودربيه حول الكون والفن لديري إبراهيم عوض صلاح شعيب مهمة عسيرة أن توثق للفنان الذري الذي كناه أستاذنا رحمي سليمان هكذا تزامنا مع حدث تفجير القنبلة الذرية في هيروشيما عند مطلع الأربعينات وامتد تأثيرها حتى زمان سطوع الذري فإبراهيم عوض انطلق مرة واحدة بباقة أغنيات لصناجة اللحن عبد الرحمن الريح فدخل بها التاريخ من بوابة التميز هيجتني الذكرى وأبسمي أيامنا وأنفاس الزهر وذلك حينما خرجت الأقوام السودانية من أتون ضجيج استقلالها لتفتح صفحة للتعمير تنشد مستقبلها ومرحلة الستينات الملهمة التي يكمن فيها مقام معتبر للصوت الذري مثلت بامتياز في المحصلة العامة بوادر للسودنة مظنونة بالعطاء الحافل في كل شيء ولعله لا توجد سانحة للنوستالجية بالنسبة لبنين وبنات الطبقة الوسطى أقوى من تلك المرحلة إذ لغناء جيل الذري مواويله ومدارسه ومزاميره به يضمدون الأسى في ظل غياب الرؤية والوضوح والجدية لدى المعارضة ويقاومون ثقل الحطام الأيديولوجي الإسلاموي ويأملون في أن تعود الأمور إلى سالف تسامحهم ولكن هيهات فكل عودة حزينة للوراء لتأمل فن الذري وصحبه فإنها تجوهر غناء الستينات والسبعينات والثمانينات كمرآة لمشاغل الإنسان وأحلام البناء الوطني في ارتباطها بحركة السياسة العالمية والإقليمية وكذلك ارتباطها عشية الاستقلال بتطلعات الجماهير نحو التقدم والاستقرار وتنمية الهوية القومية وسيادتها ولو كانت أحلام اليسار الفكري والأدبي هي الأقوى ولعل صوتا ولكن كان للليبراليين الأحرار المداميك من لدن مرغن حمزة وتوفيق صالح جبريل وود القرشي والسيد الفيل وزنجار وحياة إبراهيم عوض ليبرالية المعنى شذبها بولائه المحافظ لها مثل ولائه لوطنه وفنه وحي العرب والمريخ وبهذه الولاءات التقليدية كان إبراهيم عوض قد برز رمزا باهرا لثقافة مدرمان التي ألقت بظلالها الرحيبة على كل ربوع البلاد فهو المتوثب كرمز فني قد شارك بالقدح المعلى في هموم السودنة التي تمت مؤازرة بين قوى التحديث الفكري والسياسي وبين جحافل التحديث الثقافي الفني التي بانت طليعتها في مدرسة الخرطوم التشكيلية والغابة والصحراء ومنهج الزنجران الموسيقي وأبا دماك ومسرح العبادي وخالد أبو الروس وها هنا كان إبراهيم عوض نجم مدرمان الفنية والاجتماعية إنه بهندامه الآسر وجدة تسريحته وصوته السحري أخذ بتلابيب تلك المرحلة وصبغها بنغمه وبذا صار ملهمها الذي انبجس فجأة
بصوته الكرواني نهجا للتعبير العاطفي لا ينخفت أبدا. بيت الناس جفيت خلاني خاصمت الكل علشان حباني. قلبك حنين حنين وعلي قاسي قلبك حنين حنين وعلي قاسي للناس بتبين وانا لي ناسي نافل لمتين جارح احساسي نافل لمتين جارح احساسي صابر متحمل اذاك يا جافي. بظهوره بدأ إبراهيم عوض كأنه يمثل الرابط القوي بين مرحلة السودانة المتعلقة بوراثة المرحلة الاستعمارية وتعمير البوادي وبين التقاء لطائف التحديث في المزاج والتوجه والشعور القومي والعاطفي والفردي. ولذلك صحت أم درمان بعد نصف قرن من هزيمتها على أقنوم إبراهيم عوض الفني، والذي تمظهر بإحساس جديد يعيد تاريخ صحوتها على أنغام كرومة وليله الشاهد الذي عبر عن إيلام نفسي، وهي ذات الأنغام التي أرسلها الريح في الهزيء الأخير من الليل للشيخ قريب الله حفيد الشيخ أحمد الطيب. ومن ناحية أخرى يمثل الذري النقلة الجديدة التي وضعت الأغنية السودانية في مدار التحديث تنوع من بعده حتى غدا سورياليا. وبمثل ما أن كرومة قد أرهق وردي الذي قال إنه لم يستطع الخروج من فلكه اللحني، فإن إبراهيم عوض قد أرهق الذين أتوا من بعده ليتقفوا أثره غير المسبوق، ذلك برغم أن تلك المرحلة قد شهدت تفجيرات نغمية للكاشف وبرعي وعثمان حسين ومحمد اللمين ولاحقا وردي. وربما يختلف الدري عن كل هؤلاء لكونه قد استند على ثلاث مراحل لحنية صبغت تجربته. مرحلة عبد الرحمن الريح الذي هندس خطوه الأول فعجم عوده، ثم مرحلة الطاهر إبراهيم الذي بعد أن نجا من مذبحة أودت بحياته جماعة البكباشي علي حامد، بدأ يذاكر التجارب التي من حوله ليملأ الفجوات في الصوت العذري للذري، ثم مرحلة عبد اللطيف خضر التي حافظت على ريادة إبراهيم عوض كفنان غرويت لا يجارى في لونيته. وعبر هذه المرحلة الأخيرة استبانت قدراته الصوتية المهولة، وذلك عبر أعمال المصير وغاية الأمال. وما ميز الذري أيضا أن طلعته البهية آنذاك كانت مثار نقع لجيل جديد، أراد أن يؤكد جدارته وكذلك حماسه إزاء تسيد الساحة بعاطفته الجديدة وأحلامه الوردية وعزمه على تحقيق الإصلاح الفني بشروط لحظته التاريخية. والحقيقة أن التأويل حول إنجازات فناننا الكبير لا يكتمل ما لم نشر للدور الكبير للشعراء الذين صاغوا تلك الحروف التي ساقت التذوق العاطفي والوطني لتلك المرحلة نحو السمو، والذي قابله حماس أبناء وبنات الطبقة الوسطى بشهد الهمم نحو ترجمة معاني الاستقلال. وللأسف أجهضت تلك التطلعات التحررية بكثير من المكر السياسي وكثير من الأنانية الحزبية وكثير من الارتهان للخارج. الآن لا ندري إلى أي مدى وجدت تجربة الفنان إبراهيم عوض حظها من أشغال الأكاديميين الموسيقيين عبر دراسات موسيقية لتلمس أسرارها وشرح تفاصيلها وتناول العوامل الكامنة فيها والتي حققت هذا القبول الكبير. والداعي
لكل هذا الحلم هو أن الظاهرات الثقافية في بلادنا ينبغي أن تحرض القائمين على أمر مؤسساتنا الأكاديمية لتشجيع الطلاب لدرسها عبر رسائل الماجستير وإقامة سيمينارات سنوية عنها، خصوصا إذا فهم أن رسالة هذه المؤسسات تنهض على تطوير تجاربنا الإبداعية عبر درس تراث الرواة الذي جاء ملحميا وبقي في كل زمن أكثر نضارا ومددا للإلهام الفني ونقطة للالتقاء القومي. أما إذا كان دور المؤسسات الثقافية الرسمية هو الاعتراف بفضل هؤلاء المبدعين الذين أدوا دورا خرافيا في تشكل السودان الحديث، فلا نخال أن التشريع الثقافي الآن يلقي بالا للفنون جميعها، إلا في حدود أن تكون معبرة عن تكريس مشاريع الاستبداد، ذلك أنه قد أتى حين من الدهر فيه تعرض زملاء أبو خليل لجلد حتى. ولعل التفسير السلبي لأغنية يا خاين في الفترة المايوية كان جزءا من القراءات المبتسرة لهذا التراث المملوك للسودانيين جميعا، وما كان ينبغي أن يحرم من العرض حين ذاك في الإذاعة والتلفزيون لمجرد أن كاتبة وملحن الأغنية اليوزباشي الطاهر إبراهيم قد بث شكواه السياسية عبر حنجرة إبراهيم عوض. غالب الظن أن احتفاء معظم السودانيين بفنون المبدعين من جيل الذري وغيره أهم من أي احتفاء آخر في حال صدوره من المؤسسات الأكاديمية أو الرسمية المعنية، فالمتلقي هو أفضل حكم على تجارب الإبداع. وكما قال الفنان عثمان حسين في ملابسات السعي لاستقطابه، إن دلاجين التكريم الشعبي التي وشحته أعظم من أوسمة السلطات السياسية والتي تمنح أحيانا للصوص والانتهازيين وأثرياء الدجل. إن لا سبيل لنجدان الإصلاح الوطني إلا بالعودة للاستلهام من الغناء العاطفي والوطني الذي أنتجه جيل إبراهيم عوض، فإذا كان هذا التراث الوطني ما يزال حيا في ذاكرة كل أجيال بقاع السودان إذ تتقاسم النهل منه والترويح به، فإن لا شيء يعزز تلاقي السودانيين إلا السمو الفني الذي صاغته أجيال المطربين قبل مرحلة إبراهيم عوض وأثناء ظهوره وبعده. وهكذا كان عشم الصديق الدكتور هاشم إبراهيم عوض في قلمي بأن يرصد ذلك الأقنوم الفني الساحر لوالده بكثير من التأني في رصد هذا التاريخ الفني والذي جمع ذواقة الفن السودانيين على محبة رمز فني كبير ما يزال يمثل ملهما لتطلعات شعبنا بأن يسترد المعاني العظيمة التي نشدها جيل إبراهيم عوض المبدع، وأولها الوفاء لهذا الشعب الصابر الذي كان يرنو إلى لحظة الخلاص قبل ثورة ديسمبر. لك الكثير من الرحمة يا أيها الفنان الذري الذي أشجانا ثم رحل بعد كثير عطاء فأورثنا سودانا من الأغاني. أعلم شيء ولا أدري يا دنيا جمالي كوري يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا جمالي كوري يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا
في قلبي وفكري ناجي بهم الأرام في جو الحب العطري فيه وزيدي نغرام والدنيا منو أحلام.